اخواني وعشيرتي العزيزة، وان شاء الله تبقون درع اخوان. باكر انا فهمت ابو ايمن، باكر احب لكم تبليغ رسمي، اريد باكر تحضرون وهذا التبليغ الرسمي، تحضرون باكر كل الافخاذ، كل الافخاذ باكر تحضر بالمكتب، راح يوجهكم. بس اريد بالتوجيه، اريد نفير عام بالقال، اريد السلماني يبرزون مباشرة. ابو ايمن هو راح يفهمكم الخطة والموضوع. زين انا هسه بلغته، شي سولف وياكم وشنو يقولكم وشنو الموضوع. هذا الموضوع اريده ما يطلع خارج هذا الجروب، وانا الممنون.